خمس حي رفاعي مع الناشطه سايح. هاي منطقه حي رفاعي، هون فتحنا الدور خي على بعضها مشان نقطع من شارع لشارع بسبب القناصين. على كل مفرق شارع في قناص، ما فينو المواطن يعني يمشي بالشارع، ما فينو يمشي بالشارع. ومشي معي افرجيك شلون انه عم نقطع من بيت لبيت، فاتحينه الحيطان على بعضها مشان نوصل لباب المسجد الثاني مشان ندخل المصلين الى الجامع. نعم. هاي ها شلون يعني هادين الدور هون على بعضها، هادين كمان دور عالم، فتحت على بعضها مشان تقطع العالم المصلين وغير المصلين، لانه ما حدا فينا يمشي بالشارع بنوم بسبب القناصين والقذائف. في شيء مفاجأة على العالم. هاي طلعنا من تحت الشارع داخل البيوت. هاي بيوت ما في احد مهجرة يعني؟ مهجرة مهجرة اهلها. لا اله الا الله. مهجرة اهلها. وهي لحتى صرنا بالشارع الثاني هون لحتى نوصل لباب المسجد هون من سبب القناصين. شفتوا المتاريس اللي حاطين لنا اياها جنب الجامع من هنيك. اي باب عم تفوتوا منه على الجامع اخي؟ عم تفوت من هذا الباب، هذا اللي هون ساكن اللي مستلم الجامع، عم تفوتوا من بيته وهن داخلين لجوا على الجامع. هذيك القذيفة اللي اجت هذيك اليوم هيك هذيك ها فوق العمود الكهرباء، ضربوا الخزان وضربوا البرادة تبع الجامع هون. لا اله الا الله، لا اله الا الله. هذا الباب اللي عم تدخل منه المصلين وعم تطلع منه، واللي كنا عم نمشي منه هون بالمظاهرة، كنا نحن نمشي من قدام الجامع من هنيك، والسبب قناصين صرنا نمشي من هذا الجامع من هون.